the polymerase chain reaction or PCR test. في الفيديو ده هنتكلم على كل المعلومات الخاصة بالبوليمريز تشين رياكشن، سواء الديفينيشن، الابليكيشنز، الادفانتجز والبرنسبلز. كمان هنتكلم على البروسيجر واللي بتشمل الأجهزة اللي احنا بنستخدمها، كمان الماتيريال المطلوبة عشان نعمل اختبار البي سي ار. أول حاجة هنبتدي بيها هو تعريف البوليمريز تشين رياكشن أو البي سي ار. البي سي ار هو تكنيك مهم جدا في الموليكولر بيولوجي لأنه سهل جدا وكمان سريع، بيديني نتيجة في وقت قصير جدا. البي سي ار هو عبارة عن تكنيك amplifies specific DNA fragment. كلمة amplifies معناه ان هو بيعمل ميني كوبيز من ال DNA fragment، ما بيكون عندي كمية صغيرة اللي هي minute quantities من ال source DNA، بقدر اعمل منها كوبيز كتير، ده اللي احنا بنسميه amplification. واحنا دايما بنعمل amplification لجزء معين او جزء محدد من ال DNA بنسميه specific DNA fragment. عشان كده ال PCR تكنيك مهمته ان هو بيعمل كابينج لكمية صغيرة من ال DNA وبيديني كمية كبيرة من نفس ال DNA او نفس الجزء من ال DNA fragment بكمية كبيرة جدا. فعشان كده احنا بنعتبر البوليمريز تشين رياكشن هو عبارة عن DNA photocopier، معناه ان هو بيديني من نسخة واحدة اصلية بيديني نسخ كتير جدا، بعد كده انا بقدر اخد النسخ دي واستخدمها في الدياجنوزيس وفي تكنيكس كتيرة جدا هنتكلم عليها في الابليكيشن. الابليكيشن اوف بي سي ار تكنيك، البي سي ار لها استخدامات كتيرة جدا واحنا هنحط بس مجموعة صغيرة هنا على سبيل المثال، منها الدياجنوستيك او ان هو بيستخدم في التشخيص من خلال ان هو بيعمل ديتكشن للانفكشوس ايجنت زي الفيروسز البكتيريا البارازايت في الديفرنت بادي فلويد، ودي طبعا مهمه كبيره جدا للبي سي ار وهي الدياجنوستيك. الحاجه الثانيه احنا بنستخدمه فور ديتكشن اوف هيرديتري ديزيز، كل الامراض الوراثيه اللي بيبقى فيها ديستربنس في سبيسيفيك جين، مهمه البي سي ار ان هي بتعمل ديتكشن للهيرديتري ديزيز على سبيل المثال الهيموستاتيك ديس اوردر. كمان البي سي ار بتعمل ديتكشن للدراج ريزيستنت جين، وكمان بنستعملها في الفرونسيك او الطب الشرعي ومن خلالها بنعمل دي ان اي فينجر برينتنج. الادفانتجز بتاعت البي سي ار، اول حاجه هو اوتوماتيك، بمعنى ان احنا بنحط الكونستيتوينت بتاعت البي سي ار وبنحطه في السيرموسايكلر، وبعد كده السيرموسايكلر هو اللي بيقدر يشتغل كل السايكل. كمان بيبقى فاست تكنيك زي ما هنشوف في الخطوات. كمان من ضمن الادفانتجز هو بيبقى ريلايبل ريزلت، نعتمد على الريزلت بتاعته لان هي بتعتمد على الدي ان اي، فتبقى نتائجها كلها اكوريت وبنعتمد عليها في الدايجنوز. كمان هو بيبقى سنسيتيف تكنيك لان احنا بنستخدم سبيسيفيك برايمر مخصوصة للدي ان اي او للفراجمنت من الدي ان اي اللي انا عايز اعمل لها ديتكشن، عشان كده هو بيبقى سنسيتيف تيست. كمان من ضمن الادفانتجز زي ما احنا قلنا اللي هو البروديوزيس، معناه ان هو بيستخدم في نواحي كتيره جدا سواء في التشخيص او في الطب الشرعي، فدي طبعا من الادفانتجز المهمه جدا لتكنيك البي سي ار. كمان من ضمن الادفانتجز ان هو ايزي تو فولو البروتوكول، بمعنى ان تكنيك البي سي ار بيبقى له خطوات محدده بنقدر نعمل لها فولو ونطبقها سهل جدا على جهاز الثيرموسايكل. الاكويبمنت اللي بنستخدمها في البي سي ار تيست، اول حاجه المايكرو بيبيت، ثاني حاجه السيرمو سايكلر، طبعا ده اهم جهاز في تكنيك البي سي ار، من خلاله بنقدر نعمل السايكلز او الانكريز والديكريز في التمبريتشر. كمان بنحتاج الالكتروفوريسيس يونت مع الباور سبلاي، الاثنين بنستخدمهم فور ايزوليشن للبرودكت اللي بتطلع من السيرمو سايكلر. كمان بنستخدم الفوتوغرافيك سيستم، من خلاله بنقدر نصور الأجاروز جل بعد عملية الإلكتروفوريسيس، ومن خلاله بنقدر نشوف الباند of DNA. الـ PCR material، الماتيريال والفلويد اللي احنا بنستخدمها في الـ PCR بتشمل أول حاجة الـ Sterile Deionized Water، وده اللي بنستخدمه عشان نعمل Dilution للـ DNA، وكمان بنستخدمه عشان نكمل الـ Volume. الحاجة التانية وهي الـ PCR Buffer، بنستخدمه تركيز 10X، وهو مهم جداً عشان احنا بنحط فيه البوليميريز انزيم وكمان بنحط فيه النيوكليوتايدز. الحاجه اللي بعد كده وهي الدي ان تي بي ميكس، وهي عباره عن البلوكس اللي احنا بنستخدمها في الفورميشن اوف نيو كوبيز من الدي ان اي، وهي عباره عن
ديوكسي نيوكليسايد ترايفوسفيت، وبتشمل أربع أنواع منها الأدينين والسيتوزين والجوانين والسيمين. أربع أنواع من النيوكليتايد بنستخدمهم for formation of new copies من الـ DNA، لأنها بتعتبر الـ building block للـ DNA. كمان بنستخدم البرايمرز، بيبقى عندي نوعين من البرايمرز، النوع الأولاني بنسميه forward primer والنوع الثاني بنسميه reverse primer. من ضمن الماتيريال وهو التاك DNA polymerase enzyme، وده طبعا المسؤول عن الفورميشن للنيو دي ان اي ستراند. كمان بنحتاج المغنيسيوم كلورايد، وده بيشتغل ككو فاكتور للتاك بوليميريز انزيم. كمان بنحتاج التمبلت دي ان اي اللي احنا بنسميه الاوريجينال دي ان اي اللي بنعمل له امبليفيكيشن. هنتكلم على بعض المكونات بالتفصيل، ومن ضمنها الدي ان اي تمبلت. هي عباره عن الدي ان اي، ده الدبل ستراند دي ان اي اللي احنا بنعمل له اكستراكشن من العينه اللي بناخدها من البيشنت. داخل الدبل ستراند دي ان اي بيبقى فيه التارجت ريجون او بي سي ار، الجزء اللي احنا هنعمل له سيكوينسنج او امبليفيكيشن، الجزء اللي احنا بنعمل منه كابس كتير بنسميه التارجت ريجون، بيحتوي على النيوكليوتايد طبعا في التكوين بتاعه، يبقى جزء محدد داخل الدي ان اي الاوريجينال اللي احنا عملنا له اكستراكشن، وبالتالي احنا بنسميه التمبلت لان هو ده اللي احنا بنصنع منه القابز الجديد. عشان كده هو لازم يبقى موجود، لان احنا ما بنقدرش نصنع الدي ان اي من النيوكليوتايد لوحدها، لازم بيبقى فيه سيكونس، وبعد كده البوليمريز بيقدر يقرا السيكونس ده ويصنع النيو ستراند، فده معنى كلمه الدي ان اي تمبلت. الجزء الثاني المهم في المكونات الموجوده داخل البي سي ار وهو البرايمرز. احنا قلنا احنا عندنا 2 سيتس من البرايمر، بيبقى تركيبهم حوالي من 20 ل 30 نيوكليوتايد، واحنا قلنا ان هم نوعين. النوع الاولاني بنسميه الفورورد برايمر، واللي هو بيبتدي من 3 ل 5 في الفورورد ستراند. البرايمر الثاني بنسميه الريفيرس برايمر، معناه ان هو بيمسك في الكومبلمنتري ستراند اللي احنا بنسميها ريفيرس ستراند، لان بيبقى ترتيبها يبقى انتي بارالل للفورورد ستراند، معناه ان دي ماشيه من 3 برايم لخمسة برايم، إنما دي بتمشي من 3 لخمسة في الاتجاه المعاكس. عشان كده كل اتجاه بيبقى ليه برايمر مخصوص، الأولاني بنسميه الفورورد برايمر والتاني بنسميه ريفيرس برايمر، كل واحد مخصوص لستراند محددة من الدبل ستراند دي ان اي. مهم جدا ان البرايمر ما يكونش complementary to each other، بمعنى ان ما يكونش السيكونس بتاعهم ينفع يرتبطوا مع بعض، كل واحد بيبقى ليه تركيب او سيكونس مختلف عن التاني. والبرايمر بيبقى مهم جدا لعمليه تصنيع الكومبلمنتري ستراند، لان البوليميريز انزيم ما بيقدرش يثبت النيوكليوتايد على الاوريجينال دي ان اي ستراند لوحده، لازم بيبقى فيه جزء موجود اللي هو بنسميه البرايمر، ده اول جزء بيتحد مع الدي ان اي ستراند اللي هي سنجل ستراندد. بعد كده البوليميريز بيبتدي بناء الكومبلمنتري ستراند بعد البرايمر، لان البرايمر في نهايته بيبقى فيه الهيدروكسيل جروب اللي بيقدر من خلالها البوليميريز انزيم يتحد معاها وبيبتدي يبني الكومبلمنتري ستراند من خلال ان هو بيحط النيوكليوتايد على حسب البيس بيرنج المظبوط بتاعه. من الحاجات المهمه في البي سي ار تيست وهو الدي ان اي بوليميريز. الدي ان اي بوليميريز احنا بنسميه التاك بوليميريز، وهو احد البوليميريزز اللي بتستخدم في تصنيع الكومبلمنتري ستراند للدي ان اي، والميزه بتاعته ان هو كان ويز ستاند الهاي تمبريتشر، بيتحمل درجات الحراره العاليه، لان احنا اثناء عمليه البي سي ار بنحتاج ان احنا نرفع درجه الحراره ل 95 درجه مئويه. عشان كده البوليميريز بيبقى ثيرموستيبل انزيم، معناه ان هو بيقدر ويز ستاند او يستحمل درجه الحراره عاليه. عشان كده احنا بنسيبه في الرياكشن تيوب، بنحطه داخل الانبوبه اللي فيها الرياكشن. الثيرموستيبل تاك بوليميريز ووز ايزوليتد فروم ثيرماس اكواتيكس بكتيريا، وهي عباره عن ثيرموستيبل بكتيريا، بكتيريا بتقدر تعيش في الاماكن الحاره. وجود البوليميريز داخل البي سي ار تيوب وظيفته ان هو بيقوم بالبيلدينج للكومبلمنتري ستراند من الدي ان اي، من خلال ان هو بيقرا السيكونس الموجود على البيرنت ستراند، ومن خلالها بيقدر يركب النيوكليوتايد على حسب البيس بيرنج المظبوط، بحيث ان الادينين يرتبط مع السايمين والسيتوزين يرتبط مع الجوانين. البوليميريز تشين رياكشن ستيبس
الخطوات اللي بتتم أثناء الـ PCR test بتشمل ثلاثة steps. أول خطوة بنسميها denaturation، الخطوة الثانية بنسميها annealing، والخطوة الثالثة بنسميها extension. ثلاث خطوات مهمين جدا عشان يتم الـ polymerase chain reaction. هنتكلم على كل واحدة منهم بالتفصيل ونعرف إزاي بتتم. أول step وهي الـ denaturation. Denaturation mean إن إحنا بنعمل separation للـ double-stranded DNA. ده الـ double-stranded DNA، كل strand بتتحد مع strand الأخرى من خلال الـ hydrogen bonds اللي بتبقى موجودة ما بين الـ nitrogenous base. من خلال استخدام الـ heat بنقدر نعمل denaturation أو بنفصل التو ستراند عن بعض من خلال ان انا بكسر الهيدروجين بون اللي بتربط ما بين الاثنين ستراند، وبالتالي انا بقدر افصل كل ستراند لوحدها، وده بيتم في الهاي تمبريتشر من 94 ل 98 درجه مئويه لمده من 20 ل 30 سكند. ودرجه الحراره بشكل كبير جدا بتعتمد على الروابط اللي هي موجوده ما بين النيتروجينس بيزس، بتختلف بيبقى ما بين السايمين والادينين بيبقى تو هيدروجين بوند، ولكن ما بين السيتوزين والجوانين بيبقى 3 هيدروجين بوند، عشان كده بتبقى رابطه قويه وبتحتاج وقت اطول وحراره اعلى. هدف عمليه الديناتوريشن ان احنا بنفصل التو ستراند كل ستراند لوحدها، وبالتالي الستراند بتبقى اكسسبل للبرايمر، بمعنى ان انا بفصلهم عن بعض وبالتالي البرايمر بيقدر يعمل كومباينيشن مع كل ستراند لوحدها. الفورورد برايمر مع الفورورد ستراند والريفيرس برايمر مع الريفيرس ستراند، ولكن من غير عمليه الديناتوريشن بيبقى الدي ان اي عباره عن دبل هيليكس، وبالتالي بيبقى نوت اكسسبل للبرايمر، البرايمر ما بيقدرش يرتبط مع الدبل ستراند دي ان اي. الخطوه الثانيه وهي الانيلينج، بنعمل كول داون للميتشر او بنقلل درجه الحراره لحد 45 الى 65 ديجري. في الحالة دي البرايمر أنيل to the complementary region in the DNA template، بمعنى ان احنا ما بننزل بدرجة الحرارة من 94 ل 45 درجة مئوية، ده بيسمح بالكومباينيشن ما بين البرايمر وما بين السنجل ستراندد DNA. زي ما قلنا كل برايمر بيعمل أنيل او بيعمل كومباينيشن على الستراند الخاصة بيه، زي ما قلنا احنا عندنا الفورورد برايمر بيبقى موجود على الفورورد ستراند، والريفيرس برايمر بيعمل انيلينج او كومباينيشن مع الريفيرس ستراند. فمعنى كده ان الانيلينج هو عباره عن كومباينيشن او كونكشن ما بين البرايمر وما بين السنجل ستراند دي ان اي اللي احنا فصلناهم اثناء عمليه الديناتوريشن. الخطوه الثالثه وهي بنسميها الاكستنشن. في الخطوه دي الدي ان اي بوليمريز انزيم سينثسايز كومبلمنتري ستراند. الدي ان اي بوليمريز انزيم بيتحد مع الهيدروكسيل جروب الموجودة في نهاية البرايمر، وبعد كده بيعمل ريدنج للسيكونس الموجود على التمبلت ستراند، وبيقدر يركب النيوكليوتايد على حسب البيس بيرنج المظبوط. الاكستنشن بتتم في درجة حرارة مخصوصة بتبقى من 75 ل 80 ديجري لمدة 2 minutes، ودي الدرجة المثالية لعمل البوليمريز انزيم، ومن خلالها البوليمريز بيبتدي يقرا السيكونس الموجود على التمبلت ستراند من الدي ان اي. وزي ما قلنا البوليمريز انزيم دايما بيقرا التمبلت دي ان اي من ال3 برايم لل5 برايم، عشان كده هو بيبقى اتجاه الريدنج بالشكل ده، بيقرا من 3 ل 5 وبيكتب من 5 ل 3. نفس الحكايه على الريفيرس ستراند، بيقرا من 3 ل 5 وبيكتب من 5 ل 3 بالشكل اللي احنا شايفين ده، عشان كده بيبقى في اتجاهين مختلفين للبوليمريز على كل دي ان اي ستراند. فاحنا بنسمي عمليه الاكستنشن هي عمليه بناء القابس من الدي ان اي، من خلالها البوليمريز انزيم بيعمل اكستنشن بدايه من البرايمر، وبيقرا السيكونس لحد ما يعمل فورميشن للتارجت سيكونس للمنطقه اللي احنا عايزين نعمل لها امبليفيكيشن في الدي ان اي. الثلاث خطوات اللي احنا قلنا عليهم في البي سي ار تيست اللي بتشمل الدي ان اي ديناتوريشن والبرايمر انيلي والاكستنشن، الثلاث خطوات بيكونوا سايكل، كل خطوه منهم بتحتاج تمبريتشر مختلفه وكمان بتحتاج تايم محدد،
بالشكل اللي احنا شايفينه ده. التيناتوريشن بيحتاج درجة حرارة عالية 95 درجة مئوية. الانيلينج بيحتاج درجة حرارة قليلة من 45 ل 65 درجة مئوية. الاكستنشن بيحتاج درجة حرارة متوسطة ما بين الاثنين اللي هي من 75 درجة مئوية، وبالتالي بيحصل هيتنج اند كولينج داخل السايكل. زي ما احنا شايفين من هنا لهنا دي عبارة عن وان سايكل بتحتوي على ثلاث خطوات اللي هي الديناتوريشن الانيلينج والاكستنشن. في السايكل الواحدة بنحتاج ان احنا نرفع درجة الحرارة في الديناتوريشن، وبعد كده بنعمل كولينج في الانيلينج، وبعد كده بنرفع درجة الحرارة في الاكستنشن. عملية الانكريز والديكريز في التمبريتشر بتسمح للبرايمر ان هو يتحد مع الاوريجينال سيكونس على التمبل دي ان ايه، وبعد كده البوليميريز تشين رياكشن بيعمل اكستنشن للبرايمر ويكون لنا القابض من الدي ان ايه. ونتيجة للعدد الكتير من السايكلز اللي احنا بنعملها في البي سي ار تيست بيحصل عملية كابينج للاوريجينال ستراند من الدي ان ايه، كمان بيحصل كابينج للنيولي سينثيسايز دي ان ايه سيكونس، بمعنى ان احنا في البداية بنعمل كابي للاوريجينال فيبتدي يطلع نيولي سينثيسايز ستراند، بعد كده ببتدي اعمل كابينج للاوريجينال وكمان بنعمل كابينج لنيولي سينثيسايز ستراند من الدي ان ايه. وكل ما تزيد السايكل بيزيد عدد النيولي سينثيسايز ستراند، وفي نهايه الرياكشن بنلاقي غالبيه الدي ان ايه اللي بيبقى موجوده في الرياكشن عباره عن نيو ستراند من الدي ان ايه اللي احنا بنسميها الكابت ستراند او النسخ المصوره من النسخه الاصليه للدي ان ايه. البي سي ار تيست عبارة عن خطوات محددة بنعملها على جهاز السيرمو سايكلر. بنبتدي بالخطوة الأولى، يليها الخطوة الثانية، يليها الخطوة الثالثة اللي احنا سميناها سايكل. احنا بنظبط الجهاز بحيث ان هو بيقدر يعمل اكتر من 20 او 30 سايكل على حسب الاختبار. عشان كده البوليميريز تشين رياكشن مكون من سايكلز بيتم داخل جهاز السيرمو سايكلر من خلالها بتطلع الكابز من الدي ان ايه. عشان كده هنتكلم على كل سايكل ونشوف بيحصل جواها ايه. اول حاجه هنتكلم على سايكل 1، دي اول سايكل من خلالها بيتم عمليه الدي ناتشوريشن لمده 1 مينت عند 95 درجه مئويه. من خلالها الدبل ستراندد دي ان ايه بيحصل له سيبريشن وبيتحول للسنجل ستراندد دي ان ايه. الخطوه الثانيه في السايكل 1 وهي عمليه الانيلينج. اثناء عمليه الانيلينج اللي بتتم لمده دقيقه بنعمل كول داون للتمبريتشر توصل من 45 ل 60 درجه مئويه، وزي ما قلنا درجه الحراره دي مهمه جدا عشان البرايمر يعمل بايندينج مع الدي ان ايه ستراند. احنا قلنا عندنا 2 برايمر، البرايمر الاولاني بنسميه الفورورد برايمر وبيعمل بايندينج مع الفورورد دي ان ايه ستراند، الثاني بنسميه ريفيرس برايمر وبيعمل بايندينج مع الريفيرس دي ان ايه ستراند. وكل برايمر بيبقى كومبلمنتري للستراند اللي بيعمل كومبينيشن، معناه ان هو بيبقى عليه السيكونس المطابق للستراند اللي بيرتبط بيه. عشان كده كل واحد ما ينفعش يرتبط بالمعاكس، كل واحد له ستراند محدده بيرتبط معاها اثناء عمليه الانيلينج. اثناء عمليه الاكستنشن بنزود درجه الحراره عن الانيلينج بتوصل ل 72 درجه مئويه لمده 1 مينت. اثناء عمليه الاكستنشن بيقوم البوليميريز انزيم بعمليه الريدنج للسنجل ستراند دي ان ايه بدايه من نهايه البرايمر، وبيبدا يعمل سينسز للدي ان ايه. والبوليميريز انزيم بيقرا كل السيكونس الموجود على التارجت ريجون، المنطقه اللي انا محتاج ان انا اعمل لها كابينج بنسميها التارجت ريجون، وكمان بيعمل سينسز فور فاريبل ديستانس في الفلانكينج ريجون هو الجزء الملاصق للتارجت ريجون بنسميه الفلانكينج ريجون. زي ما احنا شايفين البوليميريز الاولاني بيبقى ماشي في الاتجاه ده، البوليميريز الثاني بيبقى ماشي في الاتجاه المعاكس، بيبتدي من البرايمر وبيخلص التارجت ريجون وبيمشي في الفلانكينج ريجون لاطوال مختلفه. دي سايكل 1 على بعضها زي ما قلنا هي فيها ثلاث خطوات. اول خطوه هي عمليه الديناتوريشن، بعد كده الخطوه الثانيه هي عمليه الانيلينج. زي ما قلنا احنا عندنا برايمر 1 وبرايمر 2 كل واحد بيتحد مع الكومبلمنتري ستراند المخصوصة بي، بعد كده بيحصل عملية الاكستنشن من خلال البوليميريز بيتم تصنيع الكومبلمنتري ستراند، وبالتالي في نهاية السايكل الأولانية بعد عملية الاكستنشن بنقدر نحصل على
2 كوبيز من الدبل ستراند دي ان ايه اللي هو الاوريجين. بعد كده سايكل 2 بيتم تكرار نفس الخطوات من الدي ناتشوريشن والانيلينج والاكستنشن، وبيبقى في السايكل 2 تو تايب من التمبلت، بيبقى فيه الاوريجينال دي ان اي ستراند وبيبقى فيه النيولي سينثسايزد دي ان اي ستراند اللي انا كونتها في السايكل 1. زي ما قلنا النيولي سينثسايزد دي ان اي ستراند بيبقى فيها التارجت ريجن وكمان بيبقى فيها جزء من الفلانكينج ريجن او مسافات مختلفه من الفلانكينج ريجن. هنا سايكل 2 اول خطوه دي ناتشوريشن، بنفصل الدبل ستراند وبيبقى عندي 4 تمبلت سنجل ستراند، 2 بيبقى اوريجينال و2 نيولي سينثسايز، هما الاثنين دول هما عباره عن الكابز اللي انا عملتهم في سايكل 1. بعد كده بنعمل انيلينج، كل برايمر بيتحد مع الكومبلمنتري ستراند بتاعته، وبعد عمليه الاكستنشن بنحصل على 4 كابز من الدبل ستراند دي ان اي. زي ما قلنا اثناء عمليه الاكستنشن البوليمريز انزيم بيعمل extension للتارجت ريجن اونلي، زي ما احنا شايفين ده التارجت ريجن في النيولي سينثسايزد كوبي، فالبوليمريز انزيم بيعمل سينثسايز للتارجت ريجن اونلي، ما بيعملش سينثيز للفلانكينج ريجن. السايكل 3 بيكون فيها النيولي سينثسايزد تارجت ريجن بنستخدمها كتمبلت، والاوريجينال دي ان اي مولكيول بيبقى موجود في الرياكشن، ولكن هو بيطلع كوبيز قليله لان طبعا كميته قليله، ولكن النيولي سينثسايزد ستراند اللي بيبقى عليها التارجت ريجون هي اللي بتشتغل كتمبلت، وعشان كده هي اللي بتبقى بريدومينانت تمبلت في سايكل 3 وكمان في كل السايكلز اللي بتحصل بعد كده حتى نهايه البي سي ار تيست. زي ما احنا شايفين في السايكل 3 بنلاقي ان التارجت ريجون في النيولي سينثسايزد ستراند هو اللي بيبقى بريدومينانت، واحنا بنمشي بنفس الخطوات، بنعمل دينيتشوريشن وبنعمل انيل وبعد كده بنعمل اكستنشن. بعد عمليه الاكستنشن بتكون لنا 8 دبل ستراندد دي ان اي عليه التارجت ريجون، واللي بيشتغل بعد كده في السايكلز اللي بعد كده كتمبلت زي ما احنا شايفين بنلاقي عدد كبير جدا بالمقارنه بالاوريجينال ستراند. في الفيديو ده هنشوف كل الخطوات مجمعة للبي سي ار تيست، ده التارجت دي ان اي او جزء من الدي ان اي اللي احنا بنعمله امبليفيكيشن. بعد كده في السايكل 1 اول حاجة عملية الدي ناتشوريشن، نعمل انكريز للتمبريتشر عند 95 درجة مئوية عشان كده بيحصل سيبريشن للدبل ستراند دي ان اي. في عملية الانيلينج بيحصل بايندينج ما بين البرايمر وما بين السنجل ستراند دي ان اي. بعد كده اثناء عمليه الاكستنشن بيقوم البوليمريز انزيم بالبيلدينج للكومبلمنتري نيو ستراند. في السايكل 2 برضه بنبتدي بعمليه الديناتشوريشن، وهنا بيبقى عندي 4 دي ان اي تمبلت. بعد كده اثناء عمليه الانيلينج البرايمر بيعمل بايندنج مع كل التمبلت سواء الاوريجينال او النيو، وبعد كده اثناء عمليه الاكستنشن بيتم الاكستنشن وفورميشن للنيو تمبلت. زي ما قلنا النيولي سينثسايز بيتم تصنيع التارجت ريجن اونلي. في السايكل 3 برضه بنبتدي بعمليه الدي ناتشوريشن، هنا بنلاقي نيولي سينثسايز دي ان اي ستراند هي اللي بتبقى التمبلت الاساسيه. اثناء عمليه الانيلينج البرايمر بيعمل بايندنج، وبعد كده اثناء عمليه الاكستنشن البوليمريز بيعمل سينثيز للنيو ستراند. وفي الحاله دي بنلاقي النيو ستراند اللي بتحتوي على التارجت دي ان اي تبقى موجوده من غير الفلانكينج ريجن، وهي اللي بتكون التمبلت الاساسيه. كل ما بنزود السايكل وبتدينا عدد كبير جدا من الكابز في نهايه البي سي ار رياكشن. وفي نهايه عمليه الامبليفيكيشن كل سايكل بتطلع عدد معين من الكابز، السايكل الاولانيه بتطلع 2 كابز، الثانيه بتطلع 4 كابز، الثالثه بتطلع 8 كابز وهكذا، بيحصل زياده كبيره جدا، وبنلاقي ان عدد الكابز بعد 20 سايكل بتعدي المليون، وبعد 30 سايكل بتبقى مجموعه كبيره جدا من الكابز من التارجت دي ان اي. وكل نسخه جديده من الدي ان اي احنا بنسميها الامبليكون، وده الهدف من اختبار البي سي ار، ان احنا بنعمل امبليفيكيشن بشكل كبير جدا للدي ان اي. فلو انا بادي باوريجينال دي ان اي واحده، النهايه بعد البي سي ار بنوصل لعدد كبير جدا من الكابز، وده اللي احنا بنسميه التارجت امبليفيكيشن. كمان من الحاجات المهمة هو تحديد الـ number
of PCR cycle. Number of PCR cycles زي ما قلنا هي تتراوح من 20 ل 30 او بتوصل ممكن توصل ل 45. ده بيعتمد بشكل اساسي على الاماونت اوف دي ان اي تمبلتس اللي موجوده في الرياكشن ميكس. كمان بتعتمد على الاكسبكتد ييلد من البي سي ار برودكت، واللي بتعتمد بشكل كبير جدا على كميه الدي ان تي بيز اللي انت حاططها، وكمان كميه البوليمريز انزايم الموجوده في الرياكشن. الخطوة الأخيرة في الـ PCR test وهي الـ final extension step. دي خطوة أخيرة احنا بنعملها after last cycle، واللي فيها بنظبط درجة الحرارة عند 72 درجة مئوية لمدة 5 minutes، بحيث ان احنا بنعمل filling للـ protruding end of newly synthesized strand. بمعنى ان درجة الحرارة دي هي نفسها درجة الحرارة بتاعت الـ extension، واللي فيها بيقدر الـ polymerase enzyme يعمل synthesis لـ complementary area في المناطق اللي بيبقى فيها protruding end، مناطق بتبقى في نهاية الـ newly synthesized strand اللي هي الستراند الجديدة وبيبقى ما كملتش. عشان كده الـ polymerase enzyme بيبتدي يملى كل المناطق الفاضية اللي موجودة في الـ end اللي احنا بنسميها الـ protruding end، بحيث ان هو بيخلي كل الستراند كاملة، بحيث ان بيبقى فيها كل الـ target region. بعد ما تعرفنا على كل البرينسيبل للبي سي ار تيست، هنبتدي نتعرف على اللاب بروسيجر عشان نطبق البي سي ار تيست. اول حاجه احنا بنجهز كل الماتيريال اللي احنا بنحتاجها في الاختبار، واللي بتشمل الاسترايل ووتر، الامبليفيكيشن بافر مضاف اليه المغنيسيوم كلورايد، كمان الدي ان تي بي بمختلف انواعها، كمان التو برايمر اللي هو برايمر رقم 1 وبرايمر رقم 2، كمان التاك بوليمريز والتمبلت دي ان اي. بنعمل كومباينيشن لكل الماتيريال داخل البي سي ار تيوب، ولازم تكون البي سي ار تيوب موجوده اون ايس بحيث انها تحافظ على كل الكونستيتوينت عشان ما يحصلهاش ديتيريوريشن. ونحط كميات محدده من كل ماتيريال وبنحطها داخل السيرمو سايكل، ولازم نعمل ما يسمى بالكنترول رياكشن. كنترول رياكشن معناه ان احنا بنحط كل الكونستيتوينت ما عدا التمبلت دي ان اي، وبنحط مكانه الاسترايل ووتر بحيث ان هو بيعمل كنترول او بيشتغل ككنترول، والمفروض ان هو ما يحصلش فيه اي امبليفيكيشن لان التمبلت دي ان اي اصلا مش موجود. الحاجه اللي بعد كده احنا بنتاكد ان السيرموسايكلر بيبقى فيه هيتد ليد. لو ما فيش الهيتد ليد بنضطر نحط المينرال اويل او السيليكون اويل عشان يمنع الايفابوريشن للسامبل او للميكتشر الموجود في البي سي ار تيوب، ولكن كل السيرموسايكلر الحديثه بيبقى فيها هيتد ليد، وده احنا اتكلمنا عليه بالتفصيل ما كنا بنشرح السيرموسايكلر. قبل ما بنحط التيوب اللي موجود فيها الميكتشر اوف بي سي ار رياكشن، لازم بنعمل بري هيتنج للسيرموسايكلر. بعد كده بنعمل رانينج للبي سي ار ستيبس على السيرموسايكلر، وهي طبعا بتبقى بري بروجرامد، بمعنى ان احنا بنحط البرنامج الخاص بالرياكشن قبل ما بعمل الرياكشن على حسب البروتوكول لكل تارجت دي ان اي. ببتدي اظبط البرنامج على السيرموسايكلر من خلال الشاشه زي ما احنا شايفين، والكي باد اللي بيبقى فيها الارقام اللي احنا بنقدر ندخل الارقام المحدده سواء للتمبريتشر او للتايم، وبنعمل بروجرامينج بحيث ان هو يغطي كل الخطوات سواء الديناتوريشن او الانيلينج او الاكستنشن. اول خطوه بتبقى 94 لمده 1 مينت، الخطوه الثانيه 55 لمده 1 مينت، الخطوه الثالثه وهي الاكستنشن عند 72 لمده 1 مينت. بعد كده بنعمل ران لمده 30 سايكل، وبعد كده بنعمل فاينل اكستنشن عند 72 درجه مئويه لمده 5 دقائق او 7 دقائق على حسب البروتوكول اللي انت بتستخدمه. وزي ما قلنا البي سي ار من مميزاتها ان هي بتبقى اوتوماتيك، بمعنى ان السيرموسايكلر انت بتحط فيه كل المكونات في البي سي ار تيوب وبتصمم البرنامج، وبعد كده بتعمل رانينج يمشي على نفس البروتوكول اللي انت حاطه للتمبريتشر او للتايم وكمان عدد السايكل، وفي النهايه بيعمل فاينل اكستنشن، وبعد كده انت بتقدر تاخد الييلد او الكابس، وبعد كده بنعملها الكتروفوريز. البي سي ار من الاختبارات زي ما قلنا ان هي سنسيتيف جدا، ولكن عشان نتفادى اي اخطاء او كونتامينيشن اثناء عمليه البي سي ار تيست، لازم بناخد بالنا من مجموعه من النقاط. اول حاجه ان احنا بنعمل سيبريشن للاريا اللي بيتم فيها البي سي ار رياكشن عن الاريا اللي بيحصل فيها اكستراكشن عشان ما يحصلش كونتامينيشن بالدي ان اي. فلازم الدي ان اي اكستراكشن والبي سي ار رياكشن ميكسينج
والبروسيسنج كل واحدة بتبقى في أريا مختلفة عن التانية عشان ما يحصلش كونتامينيشن بالدي ان ايه. كمان من ضمن الخطوات اللي احنا بنعملها ان احنا بنستخدم السولت بيربوز فيسل، بمعنى ان احنا بنستخدم التبس او البايبت لوان بيربوز، ما بستخدمش البيبت ولا بستخدم التبس اكتر من مرة عشان ما اعملش كروس كونتامينيشن من العينة اللي فيها التارجت دي ان ايه لبقية المكتب. كمان لازم نعمل اوتوكلافينج لكل الماتيريال اللي بتخش في البي سي ار رياكشن ما عدا الدي ان تي بيز والبرايمر والتاج بوليمريز، دول ما بنقدرش نعمل لهم اوتوكلافينج، انما كل الفلويد الاخرى اللي بنستخدمها لازم بنعمل لها اوتوكلاف. كمان لازم كل المحاليل اللي بنستخدمها والماتيريال اللي بنستخدمها تبقى موجوده في كميات صغيره ومحفوظه في الاماكن المخصصه بتاعتها في منطقه الميكسينج. ما ينفعش ان احنا ناخد كونتينر كتير او لارج كوانتيتيز من الماتيريال اللي احنا بنستخدمها في عمليه الميكسينج، عشان لو حصل ايرور او حصل كونتامينيشن ما ياثرش على كل الكميه اللي موجوده داخل المحل. كمان زي ما قلنا من اهم الخطوات اللي احنا بنستخدمها عشان نتاكد ان ما حصلش كونتامينيشن وهي وجود الكنترول سامبل او بنسميها الكنترول رياكشن، ما بنحطش فيها التمبلت دي ان ايه، وبالتالي لو ما حصلش فيها اي امبليفيكيشن ده بيدينا انديكيشن ان مفيش اي كونتامينيشن بالدي ان ايه. ودي خطوات مهمه جدا عشان تقدر تحافظ على الريزلت اللي طالعه من البي سي ار رياكشن بتبقى ريلايبل، او ان انت بتقدر تعتمد عليها بشكل كبير جدا في الدياجنوزيس او في كل الخطوات للمولكولار بيولوجي.